Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Welcome back. I'm greatly happy to see you here again, my friends. جدا سعيد إني بشوفكو هنا مرة تانية اصدقائي الأعزاء. And I'm more happily and اكثر سعادتنا to start or for starting unit two. And here I want to draw your attention. Draw your attention، ألفت انتباهكم. We'll be hurry or we'll be in rush. هنكون في عجلة من أمرنا في الوحدة الثانية. Why? Because we need to make يعني uh, achievements. نعمل إنجازات. So the title of unit 2 عنوان الوحدة الثانية: under pressure، under pressure، pressure، under pressure. بهمنا احنا اللفظ فعشان هيك ارجوكم انتبهوا معي لللفظ عنوان يعني الوحده اندر Pressure. احنا الواحد اليوم درسنا يعني اور ليسنز فور اور ليسن فور توداي درس اليوم از about فوكابولري مفردات يعني ما فيش عندنا حاجه الا المفردات وعشان هيك الامر بيتطرق لا الحفظ والحفظ الصحيح اكثر من الفهم اوكي سو ليتس موف تو ذا فيرست جروب اوف فوكابولري المجموعه الاولى من المفردات عندي كلمه introduction introduction مقدمة magazine مجلة مجازين مجلة ارتكل مقال ارتكل مقال مانجمنت إدارة وتدبير مانجمنت إدارة وتدبير بريشر لتساوي ستريس ضغط بريشر ستريس ضغط اندر تحت اندر بريشر تحت الضغط كونتين يحتوي تبس تساوي ادفايس tips تساوي ادفايس او بيسز اوف ادفايس اللي هي طبعا كلمه ادفايس نفسها لا يوجد لها جمع ولو بدي اجمعها بقول عنها بيسز اوف ادفايس بصير هيك جمع بجمع بيسز اما تيبس جمع ادفايس هي تساوي المفرد والجمع لو بدي اجمع ادفايس بقول بيسز قطع ما ينفعش لا تترجم قطع بيسز اوف ادفايس معناها نصائح وارشادات اذا اصبح بامكاني اقول ريد ذا introduction to a magazine article اقرأ المقدمة إلى مقال في مجلة وبسأل سؤال what time management tips do you think the article might contain ما هي إرشادات أو نصائح تنظيم الوقت time management معناها تنظيم الوقت أو إدارة الوقت time management إدارة الوقت what time management tips ما هي إرشادات أو نصائح تنظيم الوقت التي تعتقد أن المقال ربما يحتوي عليها إذا هذا السؤال تحذير إيش تتوقع قبل ما تقرأ إيش بتتوقع We need your expectations توقعاتك لهذا الموضوع Or your guessing تخيلاتك Your, your imagination تعال نشوف بعض المفردات أيضا في عندي verb waste ويست ويست وعكسه سيف اذا واحد يضيع سيف تايم واحد ويست تايم يضيع الوقت واحد سيف تايم يحافظ على الوقت enough كافي او بشكل كافي في عندي مثل بقول enough is enough ايش يعني enough is enough يعني بلغ السيل الزبا يعني طفح الكيل طفح الكيل معناها enough is enough alone وحيدا manage يدير او يتدبر effectively بشكل فعال effectively getting things done انجاز الامور getting things done انجاز الامور not getting enough done not getting enough done ما أنجز منها ليس كافيا تعال نشوف الفقرة الأولى بحاول أقرأ لك إياها أو أقرأ لك إياها خذ ورقة وقلم وترجم وحدك أوقف الفيديو stop the video or pause the video البوز هو إيقاف مؤقت pause the video وبعدين ترجم بعد ما أنا أقرأه الآن وأترجم بنفسك ثم ريزيوم ريزيوم اعد التشغيل ريزيوم كمل التشغيل بس ايش وقارن ترجمتي بترجمتك واعطي نفسك علامه او اعطي نفسكي علامه Do you sometimes feel that you are wasting a lot of your time and not getting enough done? Do you sometimes feel that you are wasting a lot of your time and not getting enough done? Don't worry don't worry You are not alone. Don't worry, you are not alone. Most of us fail to manage our time effectively. Most of us fail to manage our time effectively. There are lots, lots of books about time management on the market. There are lots of books about time management on the market, but you don't need to waste time and money reading them. Here are some tried and, and, and tested tips for getting things done. Here are some tried and tested tips for getting things done. Pause the video. Give the video to and then resume. Do you sometimes feel that you are wasting a lot of time and not getting enough done? ولا, ولا ولا تنجز ولا تنجز كثيرا او الذي انجزته ليس كافيا Don't worry لا تقلق You are not alone هذه انت لست وحيدا في هذا يعني بالعربي هذه ليست مشكلتك او مشكلتك وحدك Most of us كثير او معظمنا fail to manage our time effectively. معظمنا يفشل في تنظيم وقته بشكل فعال. There are lots of books about time management on the market. هناك العديد او الكثير من الكتب حول اداره الوقت في الاسواق. But you don't need to waste time and money. Reading them. لكنك لا تحتاج لا ترغب بتضييع وقتك ومالك قارئا اياها اياها يذم اللي الكتب here are some tried and tested tips اليك هنا اليك بعض الارشادات تستد المجربه او المختبره اللي عليها اختبارات and tried المجربة for getting things done لإنجاز الأمور يعني أنا قاعد بقول لك جيبش كتب الزلمة ملخص لك كل حاجة أو الكاتب ملخص لك كل حاجة تعال نشوف شو ترخيصاته في الأول تعال نقرأ بعض الأسئلة اللي مطلوب مني أجاوب عليها ترو uh, true or false صح أو خطأ Many people feel that they are wasting a lot of their time However, they are getting enough done صح أو خطأ Most of us fail to run our time effectively. Most of us fail to run our time effectively. There are numerous books about time management on the market. You need to to waste time reading books on time management. The passage provides tried and tested tips for getting things done. هذول صح وغلط وطبعا حرفقهم على الموقع عشان على الموقع الامتحانات اللي انا بعمل فيها على انه تجاوب على الموقع طبعا جاوبه مع الدفتر او جاوبيهم على الدفتر بعض الكلمات المزيد من الكلمات ذا جروب نمبر 2 اوف نيو فوكابولري المجموعه الثانيه في المفردات لوك افتر لوك احنا قلنا معناها ينظر ومعناها يبدو لكن الحين جاي لنا بمعنى جديد لوك ليش اجت بمعنى جديد لانه اجى وراها افتر وهو بريبوزيشن واحيانا ممكن يكون ادفرب يعني هو حرف جر او او حال فلوك افتر معناها تيك كار تيك كار يعتني لوك افتر تيك كار جاست دو ات فعلها فقط بنلاقي في الافلام في لعبه معينه او في مصارعه او في كذا بتلاقي اللاعب تردد او خايف يعمل حاجه بقول له جاست دو ات جاست دو ات يا زلمه اعملها جاست دو ات او بتلاقي مثلا الطبيب جاي يعالج واحد بدون بنج فبده يقطع بده يجرحه او بده ينخزه فالمريض بحطه في تمه الشريط او بقول له جاست دو ات فعلها جاست دو ات روح دوس كيب جوينج الى عده معاني منها continue يستمر كيب جوينج كنتينيو First thing first الأشياء الأولى أولا هذا حاجة اسمها تنظيم الأولويات إني أنا الحاجة اللي لازم أعملها في الأول لازم تنعمل في الأول يعني إذا لازم أدرس الأول يبقى مش لازم أكل الأول يبقى لازم أدرس الأول إذا لازم أصلي الآن الصلاة الدن فلازم أصلي الأول مش لازم اكل الاول ولا لازم اشرب الاول ولا لازم اتحمم الاول اصلي الاول فتنظيم الاشياء ترتيب الاشياء ما يجب ان يفعل الان يجب ان يفعل الان ولا يجب ان يتبدل هي قصده فيرست ثينجز فيرست بنفعش اكون عندي قائمه مهام وهذه لازم تنعمل الحين فاجيب اللي فوق تحت واللي فوق تحت فوق وان ستيب ات خطوه واحده في كل مرحله طبعا هي مش ترجمه حرفيه هذه ومش دائما بنفع ترجم حرفيا وان ستيب تايم خطوه واحده في كل مرحله افويد يتجنب افويد يتجنب اكسبرتس الخبراء اكسبرتس الخبراء ايضا في عندنا ادفايز لاحظ ادفايز غير عن ادفايس ادفايز هي الفعل تمام ادفايس ادفايز ينصح بريك بريك يكسر بريك يكسر هابت عادة أو مدركا أو عارفا وانس بمجرد أن هذه غير عن وانس أبونا تايم كان يا كان هذه وانس تجي معانا بمجرد أن probably من المحتمل hard تساوي difficult صعب تعال نشوف الفقرة tip number one هذه الإرشاد الأول برضو pause the video وقف الفيديو ترجم وحدك طبعا اسمعني الاول اسمع قراءتي then pause the video ترجم translate then come back تعال رجعلنا لنا واعطي نفسك علامه او اعطي نفسك يا علامه its too, it's so easy so هن, احنا قلنا سو so معناها لذلك لكن هان اجت very لانه سو so الى عده معاني معنى من ضمن معانيها هنا جدا جدا very It's so easy to make excuses and find ways to avoid the things you know you should be doing. It's so easy to make excuses and find ways to avoid the things you know you should be doing. Experts advise us to break this habit by becoming aware of our excuses. Excuses The right time to do something never arrives. The right time to do something never arrives وهذه النقطة اللي أنا نصحت فيها طلابنا في توجيه ال 880 طالب اللي على الفاضي وصلنا منهم فقط 40 مجتهدا هم أنتم. The best time to do something is usually, أو usually, the best time to do something is usually now. The best time to do something is usually now. Once you've got started, you'll probably find that it wasn't hard as you thought. Once you've got started, you'll probably find it wasn't as hard as you thought. <laughs> I'm sorry. I'm sorry. Okay. طبعا <applause> للاسف بقدرش اوقف الفيديو لانه اذا وقفته بدي ارجع من الاول. <applause> اوكي. الان انا حترجم انت يا ريت تكون وقفت او وقفتي وترجمتي واعطي نفسك علامه. It's so easy to make excuses. انه من اسهل الاشياء سهل جدا ان تخترع أو تبتكر أو تصنع أعذارا and find ways وأن تجد طرقا to avoid the things لتتجنب الأشياء that you know you should be doing التي تعلم أنت أنك يجب أن تنجزها شماعة يعني ليش بتدرسش بدري ليش بتدرسش عيان ليش بتدرسش بس أفطر بقى شماعة experts الخبراء advise us ينصحوننا to break this habit أن نحطم نحطم مش نكسر أن نحطم هذه العادة by كيف بواسطة becoming aware of our own excuses بواسطة أو عن طريق أن نصبح عارفين مدركين بأعذارنا الخاصة نواجه أنفسنا بحججنا نقف مع حالنا نقول احنا بنتحجج، نعترف. ليش؟ لأنه the right time to do something never arrives. الوقت المناسب أو الصحيح لعمل شيء أبداً لا يأتي، never arrives، ولا عمره بيجي. حتضلك تقول بكره مناسب، بعده مناسب، طول ما أنت بتقول سوف أفعل مش حتفعل، طول ما أنت بتقولي سوف أفعل مش حتفعلي، لأنه هذا اسمه التسويف، وهو اللي بضيع عمر الإنسان التسويف. هاي جماعة بدنا نقرا بعد العيد بدو يقروا طب بتحداك ولا واحد فيهم بدا يقرا The best time to do something is usually now أفضل وقت لعمل شيء هو الآن بدك تقرا وبدك تحفظ ما تقولش كمان شوي ابدا الآن ابدا الآن بدك تصلي وتتوب لربنا مش بكرة بدك تبدا الآن You want to give up smoking. بطل تدخين بطل الآن مش بعد ما تخلص العلبة بس بعد آخر علبة لا ولا عمرك بتبطل Once you've got started وبمجرد ان تبدا got started you will probably انت سوف في الغالب او من المحتمل find that it wasn't as hard as you thought ستجد ان ذلك لم يكن wasn't صعبا كما كنت تظنه thought كما كنت تظنه كما فكرته. مور فوكابيلري القائمه الثالثه تو دو هذه مصطلح اسمه تو دو ليست معناها قائمة المهام خلينا نكون منتبهين تو دو ليست معناها قائمة المهام هذه مصطلح احفظها زي ما هو اكزام هي اختصار من كلمة اكزامينيشن اختبار ويتساوي تيست وتساوي كويز مش 100% بتساويهم بس من ضمن معنيهم ريفيجن مراجعه ريفيجن تايم جدول زمني وجدول مو... مواعيد ديسايد يقرر تاسك مهمه هاي high. مكون هايست مكونه من قسمين قسم القسم الاول هاي القسم الاول هاي العالي وهايست هايست الاعلى هذه صفه تفضيل تمام نميز بين هاي وهايست تمام Priority. أما priority 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 الأولوية highest priority الأولوية القصوى till later لوقت لاحق till later لوقت لاحق مرة ثانية pause the video وقف في الفيديو أنت كمان وقف الفيديو It's important to make yourself a to do list or exam revision timetable. But remember that listing things isn't the same as doing them. Once you've worked out what needs to be done, decide which tasks have. The highest priority and which can be left till later. Okay, let's resume and come. It's important to make yourself a to do a to do list. من المهم أو من الضروري أن تصنع لنفسك قائمة مهام or أو exam revision timetable جدول زمني لمراجعة الامتحانات. But لكن remember تذكر. that listing things من الأشياء المجدولة listing things الأشياء المجدولة isn't the same as doing them ليست كما ستفعلها مش هتطلع زي بالظبط انت مخطط من الساعه 3 ل 3 و10 اه, تقرا رياضيات ففعلا هتقرا من 3 ل 3 و... من 3 ل 4 و10 مش هتقرا ممكن يكون ل 4 ونص ل 4 وربع لل 5 فالوقت بيجيش بالظبط فما ما تحسش الجدول لازم جدولك يكون مرن اوكي وانس يو هاف worked اوت وبمجرد ما انجزت وات نيدز تو بي دون الذي تريده او الذي تحتاج ان تنجزه ديسايد ويتش تاسكس قرر اي المهمات قرر اي المهمات انا اسف تهت يعني هاف هاف ذا هايست برايورتي أي المهمات لديها الأولوية القصوى and which can be left till later وأيها يمكن أن يترك can be left till later لوقت لاحق آه هذه هنا غلط في الجدول تعال نشوف الكلمات وبعدين نقرأ النص أوكي عندي I'm sorry I'm a moment ثواني مش هقدر أوقف الفيديو بس ثواني أوكي نرجع تاني معلش انا اسف بيحصل اسف للانقطاع يعني اوكي اوكي نيجي الكلمه الاولى inevitable 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 لو نسيتها تذكر vegetables قريبه منها inevitable inevitable معناها حتمي as well as اخذنا as well as في اول درس معناها كذلك لكن يوم نأخذها بمعنى كما as well as expect يتوقع hit a wall wall معناها حيط أو جدار وهيت يضرب لكن hit a wall وصل لطريق مسدود هذا مصطلح أو فريز hit a wall وصل لطريق مسدود preserve يثابر أوكي okay. اوكي اوكي ثاني بيرسيفير انا اسف بيرسيفير ابريزرف يستحق بيرسيفير يثابر بيرسيفير يثابر بيرسيفير بت مور اكثر قليلا بت مور اكثر قليلا افورت جهود افورت جهود بريك ثرو بريك ثرو يخترق Break through, Come back, return, yaud. Completely, بشكل كامل. It's inevitable that things don't always go as well as you expect them to. If you find that you have hit a wall, there are two things you can do. First, persevere. With a bit more effort. You may find that you break through the wall, but if that doesn't work, try having break or short break. Do something completely different and come back to the task. ترجم وقف ترجم وتعال تمام. It is inevitable that things. إنه من الحتمي أن الأشياء don't always go as well as you expect لا لا تسير دائما لا تسير مش لا تذهب المعنى مختلف لا تسير دائما كما تتوقعها أن تحصل if you find that إذا وجدت أنه you've hit a wall أنك وصلت لطريق مسدود there are two things هناك أمران you can do يمكنك فعلهما first أولا persevere ثابر With a bit more effort, بجهود أكثر قليلا, you may find, ربما تجد, that you break through the wall, أنك اخترقت الجدار اللي صدمت فيه. But if that doesn't work لكن إذا هذا لم يحصل doesn't work مش هنقول لم يعمل يعني إذا ما نفعش معناها try having short break حاول تخد لك استراحة قصيرة break هان أجد بمعنى استراحة break بمعنى استراحة Do something completely different. افعل شيئا مختلفا كليا And come back to the task. ورجع إلى مهماتك أو مهمتك Even حتى أو حتى لو Point نقطة There is no point. لا فائدة Ill, sick, مريض Worse, عكس بتر Regularly healthly Sleep Even if you are under stress, there is no point making yourself ill. That will just make the pressure worse. Make sure you remember to eat regularly and healthily. And even though it may be hard, try to get enough sleep. حتى even though if you are under stress حتى لو كنت تحت الضغط there is no point making yourself ill لا فائدة من ان تجعل نفسك مريضا that will just make the pressure worse هذا سوف يجعل الضغط اكبر make sure you remember to eat regularly تاكد انك تاكل بشكل منتظم and healthily وبشكل صحي and even though وحتى لو كان it may be hard حتى لو كان من الصعب ان من صعب فعله شو اللي من صعب فعله try to get enough sleep حاول أن تنام بشكل كافي حتى لو كان صعب عليك حاول أن تنام بشكل كافي brain mind demand طلب أو يطلب work on demand يعمل تحت الطلب يعني حسب الطلب اللي انت بتطلبه منه spend يقضي spend money ينفق مالا spend time يقضي وقتا spend money ينفق مالا spend time يقضي وقتا too long طويلا جدا طويل جدا slow down يبطئ لو كنت راكب مع واحد سيارة أجنبي وكان مفحط فيك نار وانت خفتي أو انت خفت قلوا slow down please ترجع وعيط له divide يقسم part جزء reward reward يكافئ fun enjoyable ممتع fun enjoyable ممتع النصيحة الخامسة والأخيرة إن شاء الله you can't always make your brain work in demand on demand لا يمكنك دائما أن تجعل عقلك يعمل تحت طلبك مش تحت أمرك مخك أو مخك don't spend too long on one task لا تمضي وقتا طويلا طبعا وين وقتا من من النصف فهم متفهم يعني مش تكتب لي time Don't spend too long on one task. لا تقضي وقتا طويلا على مهمة واحدة. حسيت حالك مش عارف فضيعش وقت فيها كبير شوف لك حاجة تانية. الوقت أهم من المهمة نفسها. And learn to recognize. وتعلم أن تدرك when you are slowing down. عندما تبطئ. لما تحس حالك بتبطئ لازم تتعلم. تقول هي مالي بطئت أنا مالي. Divide large talks, tasks into smaller parts. قسم المهمات الكبيرة الى الى جزء اجزاء صغيره او اصغر. That are easier to manage. هذا يجعلها اسهل في الاداره. and reward yourself كافئ نفسك for completing them لإتمامها إتمام الأجزاء الصغيرة by doing something fun كيف تكافئ نفسك بفعل شيء ممتع طبعا للأسف أنت مقضي نفسك طول اليوم تكافئ نفسك أو أنت طول اليوم تكافئ نفسك thank you very much that's it and see you later أراكم وقتا لاحقا